أسعد الله صباحكم مشاهدينا ترندز وين ما كنتوا، لقاء جديد يجمعنا فيكم مع جولة سريعة رصدنا من خلالها أبرز الأخبار والهاشتاغات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. وبنبدأ جولتنا معكم مع الخبر الأكثر تداولا بين حسابات التواصل الاجتماعي ورواده، ولكون اللي كان حول افتتاح وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الاحتفالية الرسمية للتشغيل الكامل لمصفاة الزور في مجمع الزور النفطي. نشوف مقتطفات من هذا الافتتاح. ونروح معكم إلى حساب وزارة التربية بمنصة إكس ونتابع فيديو متداول لسير العمل في لجان تصحيح كنترول القسم الأدبي لمادة اللغة الفرنسية. وجدي اليوم كنترول الأدبي في تفقد لجان كنترول تصحيح لمادة اللغة الفرنسية مع الموجه العام للغة الفرنسية أستاذ أنور كندري. طبعا تم تجول في قاعة البنين والبنات وكان التصحيح مستمر ما شاء الله، الكل قايم دورة، المصححين كلهم متواجدين من الساعة 4 عصرا. كل شكر والتقدير للدعم وتوجيه اللغة الفرنسية على هذه الجهود، والله يوفق ومبارك فيهم. أما بالنسبة المعهد الديني فالتصحيح قام كذلك المعهد الديني في اللجان اللي هي اختبار اليوم واختبار مادة الاجتماعيات. بالتوفيق لعيالنا الطلبة والطالبات والله يوفقهم بالنجاح الدائم إن شاء الله. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم اختبار اللغة الفرنسية للصف الثاني عشر، تم حضور كنترول الصباحي في مدرسة ابن رشد للرد
الردود على الاسئله ولله الحمد لم تكن هناك اي اسئله رد عليها. بدينا التصحيح الساعه 4 باستلام الاوراق، جميع المصححين موجودين، مصححين والمصححات. تم توزيع الاوراق وهي عددها تقريبا ما يعادل 13800 ورقه، ولله الحمد تم ايضا توزيع تصحيح الاوراق على المصححين والمراجعين، والمراجع العام على كل طاوله معدل 7 مصححين لكل طاوله. والامور تمام بالنسبه للاختبار، يعني كان متوازن لجميع الطلاب والطالبات، ونتمنى لهم التوفيق في الاختبار وجميع المواد ان شاء الله. بنتوقف مع وزارة الداخلية وتحديدا حساب الإدارة العامة للمرور اللي قامت بحملات مرورية في منطقة العرضية الصناعية للسيطرة الأمنية ومخالفة الخارجين عن القانون. تداولت الحسابات الإخبارية فيديو للجهود المشتركة بين الهيئة العامة للبيئة مع وزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام والهيئة العامة للقوة العاملة وبلدية الكويت، واللي قامت متضافرة بعمل حملة تفتيشية على منطقة إعادة تدوير الإطارات في منطقة السالمي، وأسفرت عن تحرير العديد من المخالفات كلا حسب اختصاصه. وعلى قدم وساق تتواصل جهود بلدية الكويت في استكمال أعمال التنظيف على شبكة الطرق، وإحنا بدورنا رصدنا لكم من حساب الرسمي لبلدية الكويت على منصة إكس مقطع فيديو متداول لجانب من هذه الأعمال. وصلنا معكم لهاشتاغ الطقس، واللي من خلاله نعرض لكم مقطع فيديو متداول لخبير الأرصاد الجوية عيسى رمضان وتفاصيل الأحوال الجوية في عطلة نهاية الأسبوع. تابعوا معنا.
يوم وضعت الهواء الشمالي الغربي جفاف وارتفاع ملحوظ في الحرارة. فنتمنى من الأخوان يحتاطون كذلك في الخروج من فترات المناسبة أول النهار خلال المسافة. الحرارة اليوم ما بين 46 إلى 48، قد تصل إلى 49 درجة مئوية، وحرارة عالية جدا وفوق المعدل بأربع إلى خمس درجات، فهي موجة حر اليوم وباكر الجمعة مع الرياح الخفيفة والبحر راح يكون خفيف اليوم ونهار داء من باكر بالليل، يعني حتى الصباح عفوا الصغرى حتى نهار الغد، وبعد غد راح تكون ما بين 28 إلى 34 درجة مئوية، حتى خلال الليل الهواء جاف وحرارة عالية جدا والرطوبة النسبية ما بين 5-6% إلى تقريبا 30-35 بالليل، فجفاف شديد جدا. يوم السبت من الفير الهواء راح يزيد، هناك احتمال غبار في البر، وبالنسبة ليوم الأحد كذلك الهواء قوي نشاط في الرياح السبت والأحد والاثنين، وفرصة غبار متوقعة خلال اللي هي الأيام اللي هو ما بين يوم السبت إلى يوم الاثنين، وبعدين تخف وتعود الرياح الجنوبية الشرقية في آخر الأسبوع في عطلة نهاية الأسبوع المقبل. مرحبا يا هلا حي بالشهامة، كلمات من قصيدة الصقور المخلصين لكنها من إلقاء طلاب كوريون مرحبون برئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال زيارته الرسمية لكوريا الجنوبية، وذلك بمقطع فيديو متداول حصد على تفاعل وإعجاب نشطاء التواصل. بمقطع صامت كعادته لكن بنظرة حزينة هذه المرة، الشيف التركي الشهير بوراك يتضامن مع غزة وما يجري في رفح بإعداد طبق كنافة بألوان علم فلسطين. مشاهدينا نكون وصلنا معاكم إلى ختام جولة اليوم، نترككم بحفظ الله ورعايته، مع السلامة.